هكمل معاكم الجزء التاني من الفاكهة الغريبة اللي هنا في الموز. اوكي استعد. ده معرفش ايه، بس هو في السكشن بتاع الفاكهة، بس تقريبا حاجة عاملة زي القصب. عندكم حاجات غريبة اوي. تمام، عندكم ده دي المفروض ان هي من جوه عاملة زي الايه، فصوص البستان دي، بس هي قالوا لي ان هما هي طعم البرتقال، يعني هتلاقي الفص كبير قوي. بوريها لكم متفصصة. تمام. في تاني هنا، هنا البطيخة دي من جوه اصفر، والبطيخة دي عادي من ناحية جوه احمر. هنا عندكم ده مش المرة اللي فاتت، هي دي النجمة، ده اسمه رامبوتان. ده انا قلتهولك المرة اللي فاتت. وريك بقى ايه ال فين اهو، الحباية الخضرا الكبيرة اللي كانت هناك هي دي من جوه عاملة كده. وادي البطيخ الأصفر. ده اللي وريتهولكوا في الأول، ده مطلعش فاكهة، دي حاجة كده من الصين بتطبخ. تمام. هنا عندنا اهو بقى البتاعة دي، مش عارف وريتهالكوا المرة اللي فاتت ولا لأ، بس هي المفروض فاكهة يعني، دي احنا عارفينها. دي بقى ايه دي؟ غريبة اوي دي. تشوه. ايه يا عم الفاكهة الغريبة اوي دي؟ ده مش الفاكهة الغريبة، الحاجات دي عادي احنا عارفينها. يلا لو لقيت حاجة تانية هبقى اوريها لكم.